ولا يجوز للخطيب أن يكلم المأموم إلا لمصلحة، ما هو من تلقاء نفسه، يعني إذا اشتهى أن يحدث أحد حدثه لا يجوز له ذلك، يحرم عليه كما أنه يحرم على المأموم أن يتكلم، كذلك يحرم على الخطيب أن يتكلم إلا إذا كانت هناك مصلحة. ما هناك تمييز لأحد، لا لخطيب ولا لإمام ولا لعالم ولا لغيره، الكل واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يفترض أن يكون هؤلاء هم أكثر إقبالا على الخير وتطبيقا للشرع أكثر من غيره، وما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقتدي به، لكن بالنسبة لنا نحن تحدث حادثة ونفعلها نحن فلسنا بمشرعين. وفعل صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل وأخذ الحسن والحسين لما كان يمشيان ويعثران في قميصين لهما، هو نزل هو مشرع، ولذلك أخذنا الحكم من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. لو لم يرد مثل هذا، ولو لم يرد أن ذلك الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي يوم الجمعة لما جاز الكلام مطلقاً.